الزوج ديالي الله يحفظه ليا سيد مهدي عامر اللي كان موجه لي تحيه كبيره وشكرا حيت عطيتيني فرصه انني نهضر عليه. الله يحفظه. مسكين واقف معنا شنقول لك بصحته بكل ماليه مضحي بزاف مضحي بوقته. ما كنظنش كاين شي راجل غيتبع مرته بحال اللي تابعني انايا الزوج ديالي، لانه حنايا كيف ما تنقولوا انا وياه كنهضروا نفس اللغه اللي هي الحصان. هو محب الخيل وانا محبه الخيل، وتلاقينا في كلوب ديال الخيل بمدينه القنيطره ومن يتزو قاسم مشترك هو الخيل. وبالنسبة للقضية ديال الفاتحة، أنا ما تقدرش ندير الفاتحة لما كانش راجلي، خاصني راجلي يكون معايا وراجلي اللي يدير الفاتحة وراجلي اللي يدعى معانا. وهكاك ولفت يعني دائما فين ما كان توصل الفاتحة خصو يجي، وإلا ما جاش كانت تخربق. ما يمكنش كيعجبني يكون معايا. الله يحفظه، الله يحفظه لوليداته. انا ام الطفلين اللي خليناهم مع اون كوزينا مو، وان شاء الله راه غادي يجيو وباش نعمروا المهرجان وباش نكونوا فرحانين مع ساكنه المحمديه. وكنعاود نقول شكرا للاخت غزلان والصديقه وتبارك الله عليكم. اول شيء مرحبا بكم معنا. هذا الدورة السادسة ديال مهرجان البارونا لمن تنظيم الفدرالية الزناتية للفروسية وتربية الخيول. كنشكر كل المنظمين وكل أعضاء الفدرالية اللي كيسهروا باش كل عام نشوفوا الجديد في مهرجان البارونا. علاش كنا غير صربة واحدة ديال البنات؟ نورمالمون كانت غتكون جوج صربات، فاش وجهنا الدعوة المقدمة أمال في 2020 جات الجائحة كورونا. الحمد لله هذا العام قدرنا ننظموا مهرجان البارونا. وعلاش كاينه جوج صربات؟ كاينه صربه واحده. كل سنه اللي كيعرفوا الناس بانني كل عام كندخل مهرجان بالوما، يعني من اول تاسيس ديالو. هذا العام ما قدرش ندخل بسبب المرض ديال الام ديالي. ما شاء الله. امين يا ربي. يعني ما نقدرش ندخل المهرجان والحاجه مريضه، الساس ديال الوثاق ديالنا مريض. يعني ما نقدروش نكونوا، ولكن حنا جد فرحانين بحال داخلين بان كاينه مقدمه امال ليا الاخت ديالي وصديقه ديالي. يعني كنحس براسي بحال انا كاينه في المحرك. يعني الحمد لله حنا كنا خواتات، الفارسات اللي كاينين معنا في الوثاق كنا اصحاب خواتات كما كنقولوا عشره قديمه. يعني بحال انا كنتواجد في المحرك، يعني كنشوف امل كاينه في المحرك بحال انا كاينه. محبتك اختي. عدد الصربات سيدي كيتواجد 41 صربه بالفارسات، يعني 40 صربه ديال الرجال وصربه النسائيه. يعني مجموع 41. شوف عدد الصرب النسويه في المغرب قليل وقليل جدا، سورتو كما قالت امل ما كاينش فارسات بزاف. يعني ملي كنقرا واحد العدد اللي قليل وخا هكاك دايرين مجهود كبير. شوف راه فرق ما بين صرب الرجاليه وصرب النسائيه. الرجال راه كيتعاونوا مع بعضياتهم، كيوجدوا خيل بعضياتهم، كيديروا الفرده بعضياتهم. النساء لا، المقدمه اللي عليها كل شيء. المقدمه خاصها توجد الخيل، توجد الشوزه، توجد الكاحل، توجد ديال البنات اللي كيكونوا لا. لا المقدمه اللي خاصها توجد كل شيء. يعني البنت يا ربي تضرب معنا غير البارود في المحرك. يعني من نهار كتخرج من دارها المقدمه كتكلف عليها من اج وكذا من كل شيء. كل شيء هذا هو باللباس ديالها، بالعود، باللبس ديالها، بالمكحله، بالسرج، بكل شيء، بالمبيت ديالها، بماكلتها، بكل شيء. لا يعني بحد ذاتها صعيبه على البنت زعما تركب على العود من ملفاش عليه ومع ذلك ما كان لا ما نقدروش نغامروا. يعني التدريب كنقدروا نديروهم في الفيرما، ولكن باش نغامروا ندخلوا دريه باقا ما كتعرفش تركب وندخلوها للمحرك ما يمكنش. لا سمعه الصربه، لا الخوف على الدريه باقا جديده. يعني ولكن كاين مشاكل، ولكن مع ذلك الدريات كيصابروا باش يعطوا دائما الاحسن. ضروري. وبلا الدريات كيعطوا لا ماديا لا معنويا لا بزاف الحوايج كيعطوا بزاف باش تنجح الصربه. النتيجه شفناها البارح. الحمد لله. شوف اثرت بشكل كبير. كاين بعض الفرسان اللي باعوا خيلهم بانهم جاتهم صعيبه. وكاين ناس اللي ما بقاوش كيركبوا، ولكن اللي مشبت في التراث ديالنا وكما كنقولوا وارثين على جدودهم البليه كتبقى شاده. بز منه غيبقى هذاك العود كيعلفوا كيربيه كل شيء باش ملي يدخل الموسم يكون واجد. كناخذوا واحد العناء الكبير باش تقدر تثبت في التراث ديالك. كل عود القيمه ديالو شحال كتعاود؟ كيبدا من 10000 درهم وتطالع. يعني راه كاين شي خيوط تبارك الله وصلنا مبيعاتنا هنا كاين في مهرجان راه كاين مع مقدميه راه واصلين 120 مليون. بالنسبه للاصل ديالو؟ اربا. الخيل كتعرف ركابه.
وكل فارس كيعرف العود اللي راكب عليه، قد علاقة وطيدة ما بين العود واللي راكب عليه. ما كاينش واحد في مال الخيل ولا الفارسات قبل ما كنركبوا، اول وحده كما دارت مقدمه امال كنشكر عليها بان دارت لي زونطريمون ديالها والبنات ولفوا على الخيل. تقدر هذا العود ما يخدمش هذه البنت ولكن يقدر يخدم البنت الاخرى. كذلك فرسان، يعني ما كاينش فرق ما بين فارسه ولا فارس، كلهم على الخيل كيقدر تقدر تخدم لك تقدر الاخر ما يخدمش لي، ولكن اون جينيرال كما كنقولوا الخيل كتعرف ركابه وكل فارس ولا فارسه كتعرف العود اللي راكب عليه. بزاف الناس ما عارفينش بان الوقت اللي كنكونوا وسط المحرك بان قدر يكون عدد كبير ديال الجمهور، ولكن الوقت المقدم او المقدمه كينده من عند الله. ما كتبقى لك امل ما كتبقاش تسمع الجمهور، اش اللي كتسمع؟ الخيل والفارس او الفارسه كيبقى عاطي ودنه وصبعه المقدم. يعني واخا كيجي بزاف الناس يقول لنا كاين عدد كبير من الجمهور واش ما كتسمعوش؟ لا واخا بقى ما عرفتش ما كنسمعوش. يعني متى كنسمعو حنا الجمهور؟ متى كنقرصو وكتقرص وكتدور في جنابك واش القرصه جات مزيانه ولا لا؟ يعني شنو كتبقى تسمع؟ كتبقى تسمع غير العود والبنات اللي حداك كيديروا بالهم معاك. هو السؤال صراحه غنجاوبك عليه ولكن غزاله اللي عندها المعطيات، لان حاولنا نديروا واحد الاتصال. الفكره كانت ديال غزلان بحكم عندنا واحد بحال دابا باش تشتغل هنايا راه كاينين اربعه ديال المقدمات ياك، ديال مراكش سطات محمديه قنيطره ياك نسيت والو مراكش وي. بغينا يعني يكون واحد التواصل بيناتنا واحد الانتيراكسيون باش ندوزو بزاف ديال الحوايج، ولكن عارف سيدي بان في جميع الميادين دائما كيخرج شي واحد من جنب. هذا هو اللي حال ان الاتصالات تكمل، وكيف ما تنقولوا الشهر اللي ما تشدك راه ما عندكلاش تحسبه ولاش تصدع راسك. انت كتمد يديك ياك، كيخص الانسان الاخر هو يمد يديه، ما مدش يديه جماعه سيدي يديك. يعني ما يمكنش غادي تبزز على شي انسان شي حوايج، بالعكس حنايا كيف ما قلت لك الفريسات قلال وغادي نو كيقلالوا، وعندنا صحبه زوينه تقريبا مع جل فريسات اللي كاينين في ربوع المملكه اللي كيتواجدوا حاليا ومازالين كيدخلوا للمحاريك. عندنا علاقات طيبه، حاولنا كيبقى دائما كاين اللي ما باغيش، كاين اللي ما فاهمش، كاين اللي ما عارفش، كاين اللي باغيها سهله، كاين اللي ماشي من الصالح ديالو يكونوا البنات مجموعين وداكشي. فهنايا في لقينا شويه ديال الصعوبه، كله تربيتو كله كيفاش كبر وحبسنا. وغزلان عندها الكماله كنظن، ما نعرف كنظن قلت كلشي قلت كلشي. امل كوبوزيت على امل باش نجمعوا كاع المقدمات باش نديروا اتحاد كما سميناها مقدمات يد واحده. حاولنا جمعنا قلبنا على النيميرو تيليفون ديالهم، جمعناهم كاملين هضرنا معاهم باش نكونوا كاملين ونقدروا نزيدوا في يزيدوا يتعلموا الفريسات ويزيدوا قدام. ولكن كما قالت امل ما خرجوش اكراهات، كاين شي ناس اللي ما بغاوش، لهذا وقفنا كل شيء حاليا، باقي موقفين كل شيء ومحال نقدروا نزيدوا نكملوا على بزاف الحوايج اللي داروا عوائق. لا شوف السرابي ديالنا بوحدهم، شوف باش نكونوا واقعيين اسيدي السرابي ديالنا حنا كاين غير حنا كنا بغينا نديروا اتحاد ديال المقدمات ديال المغرب باش نزيدوا نطوروا هاد الفروسيه ونزيدوا نشوفوا مقدمات كاينين، نشوفوا اهداف ديالنا حنا باغيينهم ونحققوا بزاف د الحوايج حنا باغيينهم. ولكن ملي شفنا بان بعض المقدمات الله يهديهم ما باغينش يكونوا وقفنا كل شيء، ولكن السربات ديالنا حنا كمقدمات وحنا صحابات راه غنبقاو. راه كما قالت لك امال حنا تبارك الله دابا ثلاثه اربعه المقدمات كاينين فوتاق واحد، الوغ باش يكونوا غير اربعه المقدمات فوتاق واحد راه شويه صعيبه ماشي، وكيساندوا بعضياتهم راه صعيبه، وكنتمنى من الله الله يرد بهم ويجمعوا كاملين. هو خبر جانا وصلنا به نهار بنهارو، سيتي لو 16 ديسمبر 2021 ولا لو 15 المهم 16 15. كان خبر بعد ما كان طلب ديال ادخال توريدا كتراث مغربي اصيل باعتراف به من طرف اليونسكو، ومن بعد كنظن شي 3 زون جرد
بان فعلا تبوريده راها تبوريده مغربيه، تراث مغربي اصيل ومعترف به من قبل اليونسكو على انه تراث لا مادي مغربي اللي كيخصنا نفتخروا به ونفرحوا به، وكيخصو يبان عليه يعني هذا الاعتراف خصو يبان على تبوريده. وكنظن بان تنظيم هذا المهرجان فهو يعني يواكب وكيبين واحد الصوره اللي تبارك الله كتزيد بهذا المولود القدام، وكتعطينا واحد الافتخار بان كاين مهرجانات بحال هكا في المغرب. شوف حنا الوقت اللي الفدراليه الزناتيه كتحط بان الناس اللي بغاو يدخلوا خاصك تجي تقدم الطلب ديالك، الصعوبات النسويه ديال المحمديه ما كيقدموش الطلب ديالهم كيواكب مع مهرجانات اخرين، يعني كيكون عندهم حتى التزامات المهرجانات اللي كيكونوا دخلوا لهم. اما الفدراليه الزناتيه كترحب بجميع الصعوب في داخل المملكه، وعمرو كان عندنا في مهرجان بالوما بان شي واحد ما يدخلش يقدر هما ما موجدينش راسهم. اسمح لي باش توجد راسك باش تدخل مهرجان بالوما او اي مهرجان راه كيكون واحد العناء اللي كبير، راه مادي معنوي. اما ما كاينش حاليا ما كنشوفو حتى طالب ديال شي صربه نسويه غتدخل مهرجان بالوما، واي وحده بغات تدخل الله يسهل عليها الله يجيب لها التيسير. بالعكس حنا ما كرهناش يكونوا 7 8 10 صربات معنا في المحرك، بالعكس راه كتزيد من القيمه ديالنا. سي فري، مرحبا بهم كاملين. شكرا لكم نتوما على الحضور ديالكم ومرحبا بكم في اي وقت، وشكرا للحضور ديالكم وكنتمنى نشوفكم على خير. مرحبا بكم، شكرا بزاف.